استاذ جرجس مساء الخير. مساء النور يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. طيب داخلين بقى على الاعياد، وكنا عايزين نسال حضرتك بالنسبه للعيد، الاقبال على الشراء والبيع والناس بتشتري وبتبيع زي كل سنه، ولا السنه دي في مشكله في الاسعار؟ لا، السنه دي اكيد في مشكله في الاسعار بسبب الغلاء اللي احنا فيه، فهماني؟ لان السلع زادت من 30-40% تقريبا في سعر السلع اللي انا بشتغل فيه. ده اولا. ثانيا الناس مضغوطه، نسبه الشراء قلت بنسبه ممكن هنتكلم في 30-40%، ده اقل واجب بسبب غلاء الاسعار. والاسعار عمل عندكم ركود في الحاجه؟ حاله ركود اكيد طبعا، غير كل سنه. طيب حضرتك شايف ان ممكن يكون ده بس علشان موسم العيد، ممكن بدخول الصيف ولا حاجه الاسعار تنزل شويه؟ لا لا لا، ما احنا من بعد 7 يناير وفي زيادات في البنطلون. انا كبنطلون انا شغال سلعة بنطلون بس، سواء حريمي او رجالي او اطفالي. بالنسبه لسلعة البنطلون زيادات من بعد العيد، من بعد 7 يناير وهي عماله تزيد لحد دلوقتي. تمام، مش موضوع عيد ولا غير عيد. بنشكر حضرتك جدا وكل سنه وانت طيب.